تهانينا والناموس لكل الفائزين. وشوط الختام يتحرك الآن وهو الشوط العاشر في مجموع أشواطنا. نرحب بهذا الشوط ونرحب أيضا بهذه الانطلاقات المستمرة. شوطنا العاشر يتحرك بشعارات أبناء القبائل والفئة فئة الجعادين. نقترب من الصدارة ومن مهدي مطار بن عبيد بن غراب من يقدم مهدي بالمركز الأول والمركز الثاني. المركز الثاني أرى في ثاني المراكز شاهين وخليفة بن ربيع بن غويث الاجتبي. المركز الثالث أيضا نفس الشعار شعار الشبابي. أي واحد فيهن الشبابي يا بن غراب؟ اللي في الأول ولا في الثالث؟ 26. طيب نرجع إلى مقدمة الشوط ونتابع الصدارة هذا اللي في المقدمة هذا الشبابي اللي في المقدمة مطر بن عبيد بن مطر بن غراب. المركز الثاني شاهين خليفة بن ربيع بن غويث الاجتبي. ووصلنا بالشاوي أيضا مع شاهين محمد بن سيف بن خليفة الشاوي الغفلي. والمركز الثالث الرابع شاهين وحمدان بن علي بن سعيد بن علي بن صرود. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام. يلا يا الشبابي ما شاء الله على صغر حجمه ولكن ركضه يعني فل. نقول ركضه فل للشبابي. تهانينا المطر بن عبيد بن مطر بن غراب. نهنيه على فوز الشبابي بالمركز الاول. المركز الثاني شاهين محمد بن سيف خليفه بن الشاوي الغفلي. المركز الثالث شاهين حمدان بن علي بن سعيد بن علي بن صرود. دقيقه 51 ثانيه تهانينا والناموس لكل الفائزين. طيب نهني كل الفائزين في صباح هذا اليوم.